بسرعه، ده هات الشيشه لحسن دماغي متعكر حبتين. ايه يا معلم؟ هيجي منين الخير والوكاله واقف حالها بالشكل ده؟ ده كلام برضه يا معلم، احنا واكلين السوق كله. ده الخواجه موسى مش ملاحق يقبض من الزباين. يا ساتر على عينك اللي تفرق الحاجه، ده هات الشيشه. حاضر. باذن الله على بكره الكلام ده هتبقى اخر قريطه. توش خلاص، مع السلامه يا عم بكر. ايه؟ عرفت تتفق مع العالم الله والبن؟ ما انت عارف حكم القوي على الضعيف. بس نصار انت بالشكل ده بتضيع علاقنا. هو احنا اغنى من الهلباوي؟ يا ابني اللي عايز يعيش الايام دي لازم يطاطي. حطط لمين ولا لمين بس؟ للهلباوي ولا للانجليز؟ انا بقى ما بتضيش الا اللي حرقني بس. ونعم بالله ابعد عن الشر وغني له. بس نصار إذا بعدت عن الشر، الشر هيجي وراك. لكن يومي يا ظالم كان دامت لمين لما حدم لك؟ شفت الفال بيقول إيه يا صرصار؟ ده راجل مخبول، حد ياخد على كلامه. أعطيني ما أعطاك الله. لك الملك يا صاحب الملك. تعز من تشاء وتذل من تشاء. أنت فين أراضيك يا زكريا؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ لك الملك يا صاحب الملك. المضلعه دي تجنن. لا يا اختي، الحته الكريب جورجيتي احلى. حق يا صباح نوموك شفع عليا، هيذبح روح عليا ده. ما ابويا انذبح على ايديك واللي كان يا حسن. اسمعي كلام يا ست حسنة وشيلي التوب حاله. الكريب جورجيت مش هينزل السوق تاني. مش لما نعرف الاول المتر بكام؟ ما يغلاش على الحبايب. ازيك يا حسنى؟ اهلا يا معلم هلباوي. مش تقولي ان الجايه كنا فرشنا الوكاله ورد. قدها وقدود يا معلم. وست البلد دي بقى تطلع بنت مين؟ بسم الله عليها صباح بنت جوزي. اذا كان بدران عنده حته الالماس دي ابقى انا جنبه شحات. تكلميش ليه حلوه؟ هي كلمه ونص. المتر بكام يا معلم؟ هنغلط من اول يا جميل. دول تلات كلمات مش كلمه ونص. يا ست شيلي اللي يعجبك من الوكاله من غير ما تدفعي ولا مليم. وايه المناسبة بتفعلي تمن هدنتي؟ كنت ابويا ولا اخويا ولا جوزي؟ يسمع من بقك ربنا، هو انا بتيجي الساعة؟ ايه يا اختي تلاقيح الكتت دي؟ ما تيلا بيني يا حسنى، احسن معلم ابن حتتك واخد في روحه قلم. ما تتقمصيش كده، الكلام اخد وعطى يا بنت مدران. ما حسنى قدامك اهي، اساليها يا ما شالت بضاعة من الوكالة من غير ما تدفع ولا مليم. مش كل التير اللي بتاكل لحمه يا معلم، انا بنت بدران ولحمي مر. يلا بينا يا حسنى. كده يا راجل تفضحني قدام بنت جوزي؟ الله، مش كل شيء بتمن يا حسنى.